لكم حاجه مش عارف كنتوا مصدقينها مني في الاول ولا مش مصدقينها يعني، بس هثبتها لكم دلوقتي، عندي الاثبات دلوقتي. لا انا لعبت مصارعه ازاي؟ انت عايز تحرجني ليه يا جدع انت؟ حاولت يعني، حلمت بيها بس ما جاتش معايا يعني. في الاول خالص قلت لكم ان الناس فرحانه بيكم، شفنا هنا النهارده في العالمين الجديده الناس فرحانه بيكم جدا، وشفنا الايام اللي فاتت كلها الناس على السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي مبسوطه بيكم جدا. واحنا دلوقتي بنصور والحلقه لايف دلوقتي وبالتوازي مع الحلقه الاخرى مع ابطال اخرين، حضراتكم طالعين ترند على اكس على موقع تويتر سابقا، طالعين ترند، الناس فرحانه بيكم والناس بتتكلم عنكم والناس فخوره بيكم والناس عارفه اهميه اللي انتوا عملتوه. وده يخليني اروح لكم سؤال مهم جدا، كيفيه التعامل مع السوشيال ميديا. انتوا خلاص مش زي زمان، زمان كانوا الابطال الاحتكاك معاهم بالجمهور فقط المدرجات.